يبدو أن حلم الصعودي بدأ يغازل مبكراً أنصار شبيبة تيسكيكدا الذين غزوا ملعب أول نوفمبر المحمدية ليتجاوز عددهم عدد أنصار الفريق المستقبل رائد القبة. مهمة لم تكن بسهلة لشبيبة أمام فريق جريح يريد الخروج من المنطقة الحمراء. رائد القبة الذي قدم أداء مشرفا في هذا اللقاء وتمكن بعد 7 دقائق فقط من اللعب الوصول إلى شباك خصمه. هدف جاء بعد عمل ثنائي من أصحاب الخبرة مترف الذي مرر على طبق لعمران هذا الأخير ودون عناء يضع الكرة في شباك الشبيبة. وفرحة كبيرة لعمران وأنصار الفريق الذين يحلمون بالعودة في البطولة. الهدف حرك أكثر هجوم الضيوف في مهمة البحث عن هدف التعادل من خلال الكرات الثابتة والطويلة. محاولة لم ترقى إلى درجة الخطورة المطلوبة أمام حارس اسمه شويح لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق رائد القبة بهدف لصفر. في الشوط الثاني أصحاب الأرض حاولوا إعادة نفس سيناريو المرحلة الأولى والمبادرة بالهجوم بقيادة مترف. محاولات لم تأتي بالجديد. جديد هذه المرة كان عند أبناء روسيكادا الذين تمكنوا من فك شفرة دفاع خصمهم واللاعب السابق للنصرية مختار يسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 بعد عمل جماعي على الجهة اليسرى للمرمى. هدف أعاد الروح للأنصار وحرر أكثر أشبال ديدي غوميز في صنع اللعب الهجومي. لكن اللقاء انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.